بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الآن مع الإجابة أسئلة السادة الصحفيين، تفضل بالإجابة عليها الشيخ الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية. أتفضل السادة الضيوف إذا بتوجيه أسئلتهم. فتفضل. سلام. محمد العلوي من السرع. شفنا من في احداث اعتصام فرد رابعه اعلنت الدعوه السلفيه عدم مشاركتها في المظاهرات وحقنا للدماء، ولكن لاحظنا وجود بعض قيادات الدعوه على المنصه ووجود بعض اعضائها في الاعتصام. فهل الدعوه وضعت اليات او معايير لعدم تكرار نزول او مشاركه قيادتها غدا؟ يعني هل في وضح مثلا لو في حاله نزول وضح السؤال. شكرا، تفضل. بالنسبه لما يعني حدث قبل ذلك من البعض الذين خالفوا موقف الدعوه المبني على الادله الشرعيه ومبني على الشورى ومبني بعد ذلك على الالتزام الجماعي بذلك، اولا هي كانت قيادات معدوده جدا، ربما فرد واحد او فردين، وليس مؤثرا هذا في جموع القاعده. الناس بتخلط بين عدد يعني من ابناء التيار السلفي العام وخصوصا في القاهره والجيزه، وما بين أبناء الدعوة السلفية. لكن إحنا ضوابطنا لهذا الموضوع كان بعمل دورات علمية مكثفة في جميع أنحاء الجمهورية، تجاوزت 150 دورة حضرها بحمد الله أكثر من 50,000 شاب في كل المجالات المختلفة عبر هذه السنة، في مناقشة فكر التكفير، في مناقشة فكر أو مسائل الجهاد، و في مسألة الخروج على الحكام، فقه هذه المسائل، فقه المصالح والمفاسد. فدي آليات تمت بالفعل طول سنة ونص وزيادة بشكل مكثف. في توقيتنا هذا الالتزام واضح جدا بفضل الله سبحانه وتعالى بيننا وبين قواعدنا في كل المحافظات. المشايخ والدعاء شاركوا في اجتماعات ولقاءات ومؤتمرات في كل محافظات الجمهورية تقريبا، بعضها كان معلن وفي صورة مؤتمرات وبعضها في صورة لقاءات خاصة وعامة بأبناء الدعوة. وحقيقة أنا لمست تجاوبا هائلا وفهما جيدا جدا ممتازا من كل أبناء الدعوة في يعني هذه الأحداث، وإدراك تام للأخطار التي تهدد البلاد والدعوة. وبالتالي فأنا يعني لو قلت فوق 99% من أبناء الدعوة، فضلا عن أن قيادتها كلهم بلا استثناء في الوقت الحاضر لن يكونوا مشاركين في اي فاعليه بكره ان شاء الله. وانا احب اضيف بالاضافه للاخ الاستاذ ابراهيم من الجهود على مدار سنه ونص في الدعوه في اعاده طرح هذه القضايا على ابنائها، ان احنا في احداث رابعه كنا بنتكلم على خشيه وقوع صدام وفتنه. فانت بتتكلم على حاجه محتمله، كان الطرف الاخر بيقدر يقنع عدد ابنائك ان هذا التخوف لا نصيب له من الواقع، الاعتصام السلمي، قيام ليل في رمضان وصلاه التراويح، لا اكثر من هذا. كان عنده قدره بدرجه ما على تحريك بعض قواعدك، لان انت بتقول له ما تروحش لان في فتنه، وهو بيقول له ما فيش فتنه. الان الناس شافت اللي حصل في رابعه، وشافت المرات الدعوه عامله ازاي، ورفع النصائح ده بلا شك يدينا، بالاضافه للجهود اللي تمت خلال الفتره اللي فاتت، بيدينا بفضل الله عز وجل مقدره اعلى على ضغط الامور. او يعني فاحنا لا نملك خروب العباد، ولكن اللي رصدينه الان ان كل من كان عنده ثوابت المنهج السلفي، يعني ممكن واحد كما تفضل مش معقول عن السلفيه الجهاديه او غيرها، دول عاداتهم قليله لكن موجودين، لكن اللي عنده ان هو بيعظم عن حرمات، بيعظم الدماء، عايز يفر من الفتن، مقتنع ان هذه الاحداث تؤدي
الى اراقه الدماء وتؤدي الى فتن، فان شاء الله الكتزم تبقى اعلى كتير. في اي اسئله اخرى؟ يمكن الدعوه السلفيه كل مؤتمراتها كانت بتعلق على الجامعه السلفيه ومقالات على انس سلفيه خاصه بان الجامعه السلفيه جامعه طبيه، ولكن لم تذكر اي اشاره لجماعه الاخوان المسلمين والبيان الذي صدر عنها الذي وصف بانه بيان ربما غير مفهوم، لانه تحدث ان الخروج هو ليس فقط للدفاع عن الشرعيه او عن حقوق المحتجزين، ولكن للدفاع ضد حرق المصاحف وتدمير المساجد، وتحديدا ان يتكلمون عن مصر. ما هو رؤيتهم لهذا البيان وذكر هذه الاشياء اللي هم حرق المصاحف وتدمير المساجد؟ التعليق من الاثنين ان شاء الله. اولا ده اجتزاء شديد جدا، يعني ما اعرفش، انا عارف ان حضرتك دايما بتبقى حاضر المؤتمرات، والبيان بيتكلم على ان ده احد فصائل دعم الشرعيه، لكن تصدر باسمه باسم الجبهه السلفيه لاجل محاوله اجتذاب طائفه جديده اللي هي ابناء التيار السلفي، لكن احنا محددين ان ده هذه الجبهه جبهه قطبيه ومتحالفه مع دعم مع الاخوان اللي هو تحالف دعم الشرعيه. احنا عارفين تماما ان الاخوان هم من وراء هذه المساله، وان الجبهه لما 15 واحد هيعملوا كل اللي حصل في الجمهوريه ده كلام غير صحيح بالمره. اما ان احنا بنحذر من قضيه حرق المصاحف فقط، لا، ده في الجزئيه الخاصه بمساله رفع المصاحف وليس لاصل الخروج. الخروج بدايته نوع من ما اعلن عنه اسمها ثوره الشباب المسلم او الثوره الاسلاميه، الموضوع محاوله هدم كيان الدوله والمجتمع من خلال هذا الامر. المره دي مش ان الشعب كله رافض للنظام كما كان في 25 يناير، مع ان احنا برضو كنا دايما بنحرص على انه ما يحصلش صدام ونمنع من الحشد والحد المضاد، لا، ده فصيل معين ازمته الابعاد عن السلطه يحاول ان يجمع الجميع ويصدر قضيه الشريعة في هذا الوقت، مع ان المعطيات بقضية الشريعة خلال فترة حكم الاخوان وما قبلها في فترة المجلس العسكري وما هو الان بعد اختيار السيسي رئيسا لمصر، لكن كل دي بنفس الدرجة في الحقيقة من الامر التأصيلي ومن الامر الواقعي. فاستدعاء قضية الشريعة بهذه الطريقة ليس طريقا صحيحا، فضلا بقى ان المخاطر ضخمة، واعتقد ان كل المؤتمرات تناولت هذه المسألة بوضوح شديد جدا، تناولت الفكر القطبي اللي جماعة الاخوان حاليا مبتلى بان قيادتها كلها من ابناء مجموعة 65 من الفكر القطبي، وان هذه القيادة هي اللي بتتخذ القرار، وان شباب كتير جدا من الاخوان تشربوا هذا الامر، الامر ده وضح مرات عديده في كل المؤتمرات، فانا شايف ان هو الامر هيكون كافي ان شاء الله. البيان الذي صدر من جماعه الاخوان صدر منذ حوالي 3 ايام، يعني بيان متاخر جدا لاعلان موقف نهائي من المشاركه، فتحديدا انا اعلم ان الدعوه تحدثت في مؤتمراتها على مدار 3 اسابيع عن الجبهه السلفيه وعن جماعه الاخوان، ولكن الامر يتعلق تحديدا بما ذكرته جماعة الإخوان المسلمين في بيان عن موقع إخوان أونلاين، أنكم يجب أن تخرجوا لحماية المساجد من التدمير ومن حرق المصاحف، تحدثنا صراحة في ذلك. أنا عايز أقول لحضرتك بس إن قبل ما جماعة الإخوان تطلع البيان أنها تثمن دعوة الجامعة السلفية، إحنا لأن إحنا أصدرنا بيانين بخصوص دعوة الجامعة السلفية. بيان لعله تقابل من بعض الشيء فلعل الاعلام مش متابعه، كان في استنكار ان تتم الدعوه باسم الجبهه السلفيه رغم انها جزء من اتحاد دعم الشرعيه، بمعنى ان قبل ما الاخوان تاخد الخطوه دي احنا كنا بنقول ان في الواقع ان هذا هو هذه الفعاليه لا يمكن ان تتم الا اذا كانت موافق عليها من اتحاد دعم الشرعيه، وبالتالي يعني ربما كشفنا هذه الخطوه وهذا ما دفع لعله احد الحاجات اللي دفعت جماعه الاخوان انها تطبع البيان انها وفي الاخر طبعته بيان وطلبت من دكتور سامي او نحو ذلك. على اي احنا لسه طبعا صحفيين لسه ما خلصناش بنقول ان نحن نستنكر
ان جماعه الاخوان او تحالف دعم الشرعيه يتسطر بالجبهه السلفيه، وان هذا التسطر ياتي كنوع من انواع التدليس والتلبيس على قواعد السلفيه من جهه، وعلى جمهور الناس الذين يثقون في الفعاليات التي تنظمها الدعوه السلفيه لها غالبا ما تكون او دائما فتره تكون فعاليات سلميه. نحن نستنكر هذا الامر ونقول لهم لو انكم مقتنعون بهذه الفعاليات كان من الافضل كان اللائق بكم ان تنسبوها لانفسكم مباشره، وعلى اي بغض النظر عن الكيان الذي يدعو والكيان الذي ينظم والذي يدعو، لو قلنا ان هناك يعني سيد الكيانات بيقول للناس انزلوا حامل المصاحف انزلوا مع حشد بيتقال لهم خد بالك السلميه تتسع لإلقاء الطوف وإلقاء زجاجات حارقة وإلقاء الطوف ونحو ذلك، وحتى تاني يقول لنا السلمية انتهت، إن لو أي كيان أيا ما يكن الإخوان تعالوا دعم الشرعية الجبهة السلفية أي كيان أيا ما يكن بيدعو مثل هذا فنحن نستنكره لما في الدعوة وليس لما في الداعي. يعني القضية الرئيسية هي استنكار ما المفردات والفاعليات التي يروي هؤلاء فعلا. موضوع المصاحف والمساجد ده الفعاليات اللي هتيجي بعد يوم بكره بقى. لما المصاحف يحصل فيها حاجه هتبدا الفعاليات تتقال عليها ايه؟ انزلوا عشان الانتصار للايه؟ للمصاحف اللي اتحرقت والمساجد اللي اتهدد. قد ايه حجم ضخم جدا حصل من الدعايه في الخارج على ان المساجد مهدومه ومغلقه علشان مسجد ربعه اصابه ما اصابه اثناء الفضل. بلا شك ان انا يحزننا جدا ان اي مسجد يغلق او يصاب او اي مصحف يحصل له اي ضرر او اي مسلم او اي غير مسلم من المواطنين المصريين يصاب في دمه او في نفسه او في اعضائه او في ماله او في عرضه، وان احنا بنقول يجب التوقف كفايه كده، البلد لازم تقوم على رجليها. الاستاذ احمد الشريف يبدو دايما متعاون مع كل الناس جزاه الله خيرا، فهو ناوي عايز يساعد الساده الصحفيين يوجه السؤال نيابه عنه. اتفضل يا شعب. السلام عليكم. هو في الحقيقه انا السؤال مساعدا هو تشغيل الحقائق. يعني في بعض النقاشات كان من ضمن الاشياء التي ذكرت انتم الان في ضغط شديد عليكم من الاطراف، مفيش اي مصالح دعويه، ازاي انتم تسعوا في منع مثل هذه المظاهرات والبلد دي لما تقع تترص من جديد يكون فيها نصيب؟ دي شبهه بتقال محتاجه رد. جاوبوا وخلاص. الشبهه الثانيه انا اتكلمنا هي بتقال على اسماء كثير من نائب الدعوه والاخوه. الشبهه الثانيه بيقولوا طب انتوا واخدين موقف الان من العنف، طب ما في عنف حدث في رابعه، طبعا هم يتناسوا ويحاولوا يجرونا الى التهمه. احنا عاوزين تذكير على المواقف التي كانت للدعوه لمنع الدماء لا للحشد والحشد الاخر، لان الان يرون ان هذا الموقف غير مناسب او ليس لكم له مفيد سابق. الامر الثالث الامر الثالث غدا الفعاليات التي ستقومون بها ايضكم، يعني انتم هتبقوا موجودين انتم انتوا ستفعلوه في اليوم. الامر الرابع تناصر الرابع النصائح الدعوه السلفيه اللي تنصح بها الطرف الاخر، مع ان احنا سمعنا الان كلام المهندس عبد المنعم كلام الشيخ ادريس احمد الشيخ شيفون يتكلموا نصائح للطرف الاخر، انتوا فقط لا تنصحون الى جماعه الاخوان، لماذا لا تتكلمون مع الطرف الاخر فيما عندهم من تعدي وغرام؟ هذا مضمك المبيد التأكيد أن هذه شبهة تنقل وتقال. الأمر الخامس لا استنى السؤال أنا عاوز أقول جزاكم الله عنا خيرا عن الدعوة وعن أبناء الدعوة، وأقول للصحفيين ولإخواننا الدعوة السلفية ليس لها جبهة والجبهة السلفية ليس لها دعوة. وبعضهم قال لا هي جبهة ولا هي دعوة. بنقول اولا النقطه الاولى المشاكل اللي في تضييق من الاوقاف او نحو ذلك، احنا متاكدين اولا ان احنا والازهر والاوقاف في النهايه يعني كاليدين تغسل احداهما الاخرى، وليس بيننا وبينهم عداوه في هذه المقامات، وان ده
أمر مؤقت إن شاء الله سرعان ما سيزول بإذن الله تبارك وتعالى. أما إن هل هذا الأمر يكون مبرر إن إحنا نقول نهدها وبعدين نبقى نبنيها؟ اللي بيتهد ما بيتبنش، يعني ممكن يقعد عقود من الزمان قبل أن يوجد احتمال استقرار، عقود من الزمان. يعني سوريا وليبيا والعراق إلى الآن هل يوجد في الأفق بوادر بقاء دولة؟ واليمن كذلك. احنا مصر ما لا، ده لو مصر حصل لها الانهيار ده لا قدر الله، نسأل الله ألا يقدر ذلك علينا، يبقى العالم العربي والإسلامي كله في انهيار. إنها إن تضع ضاع تراث المسلمين. لذلك احفظوا مصر. احنا لو هيكون في نوع من التضييق يعني ولو مستمرا، لكننا لن يكون لنا خيار الصدام بهذه الطريقة التي يقال أنها يعني مضى زمن السلمية. وبإذن الله تبارك وتعالى نحن نثق أن في جميع مؤسسات الدولة من يحرص على الاستقرار للبلاد ومشاركة الجميع وحل المشاكل، وبالتأكيد بالحوار هنقدر نوصل. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية كانت إيه؟ النقطة الأولانية كانت موضوع الأوقاف. الثانية هتعمل فعاليات بكرة ولا إيه؟ احنا بالنسبة لبكرة فعاليات الاخوة ان هم هيصلوا ويرجعوا بيوتهم، يلزموا البيوت، وفي تأكيدات على عدم الاقتراب يعني من اماكن المسيرات او في اي مكان، لان الامر فيه نوع من الخطر، وان مفيش فعاليات بكرة عادة بعد صلاة الجمعة الناس تنصرف الى بيوتها. في موضوع انت وحصل في ربعة دماء اريقت، ونحن قد أدنا الدماء التي أريقت قبل أي أحد. بيانات الدعوة الصادرة صبيحة فض ربعة وأحداث الحرس الجمهوري وفي اللقاءات الإعلامية قلنا أنه حدثت تجاوزات بلا شك يتحملها من أمر بالقتل العشوائي، ويتحملها من نفذ ذلك القتل العشوائي، ويتحملها من تسبب في هذا، ويتحملها من رضي به، وبحمد الله لسنا من هؤلاء. والبنات موجودة. وفي نفس الوقت قلنا لابد من حل المشكلة، وعرضنا هذا على أعلى القيادات، والقيادات كانت قابلة لهذه المسألة وأظنها ما زالت. يعني قبل انتخابات الرئاسة المشير السيسي في هذا التوقيت لما أكدنا على أنه ثبت تقرير حقوق الإنسان بأن فيه تجاوزات حصلت، وثبت امبارح في تقرير تقصي الحقائق بان في قتلى قتلوا ولم يشاركوا في العنف، لابد من تعويضهم. واحنا بنقول التعويض بالديات الشرعيه هو الحل، لانه لا يمكن تحديد القاتل في الهرج والمرج. احنا في كل مره حدثت فيها احداث عنف كنا بنقول لا للحشد ولا للحشد المضاد، وبنقول انه وجود مخالفه لا يعني يتيح استعمال القوه بعشوائيه كما وقع فيها كثير من هذه الأحداث. الأمر ده وارد والكل معترف بيه، في ظلم وفي فساد، والشيخ أحمد فريد نبه على ذلك. بالعكس احنا كل مؤتمراتنا بنأكد فيها انه احد اساسيات يعني الدفع في طريق العنف الممارسات الخاطئة لأفراد داخل مؤسسات في الدولة، وانا قصدي مش الدولة اللي هي الحكومة، لا احنا قصدنا الدولة، الرئاسة والحكومة والمؤسسات والإعلام، ويعني اللي بيطلع يهاجم البخاري ومسلم، واللي بيطلع يسخر من قضية النسخ، واللي بيطلع يسخر من قضية الإجماع، واللي يسخر من الصحابة والخلافة الراشدة، واللي بيستهزأ بثوابت المسلمين ويقول ما فيش حاجة اسمها إجماع، حتى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصبح مش لازم. كيف يقولوا لا إله إلا الله يبقى مسلم حتى لو ما أمنش بالرسول؟ دي حسب مزاجه وحسب قناعته. مثل هذا هو من أعظم أسباب انتشار الفكر المنحرف. لما نلاقي وطبعا ده أفراد بيقولوا الكلام ده، وممكن تكون المؤسسات الرسمية بتتبرأ منهم في ذلك، لكن كل دول مساعدين في الحقيقة. تجاوزات التي الممارسة والتجاوزات الفكرية المتطرفة في الجانب الآخر هي التي تغذي التطرف في الجانب المنتمي للعمل الإسلامي. لذلك بنقول الكلام ده لابد الكل يتعاون عليه على يعني إزالته. الانتشار المنكرات باسم حرية الإبداع، مع أن الدولة قامت بمجهود يعني في بعض المسائل في هذا الباب، لكن هناك من يحاول الإصرار على أنه يعرض أسوأ ما يمكن أن يمثل
ثقافة أو فن الشعب المصري. يعني هذا الأمر يعني يصبح مرتبط بهذه الأمور بلا شك أن هذا ضار جدا، وبننصح الكل بأن اتقوا الله عز وجل واجتهدوا في يعني الإصلاح وتقليل الشر والفساد في كل مجال. لو فاكر حاجة من الحاجات اللي هو بس تعليق أخير في الجزئية دي، موقفنا من رفض التكفير والعنف خيار استراتيجي ليس جزء من أي مقايدة ولا أي رد فعل اتجاه أي سياسة. هذا دين الله تبارك وتعالى. عندما تكون أنت طرف التكفير طرف العنف ثم تضيق عليك تقول أن هذا ظلم أو تقول يعني هذا لا يخدم مصلحة البلاد، لكن لا يمكن قط أن تتراجع عن مسألة هي دين لله عز وجل فيها حفاظ على الحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى، وأنت لمجرد أن ثم تضييق مال. لكن نقول نحن نرفض من يتبنى العنف كخيار أساسي والقول، نرفض من يتبنى العنف كخيار رابع كما تراه الطبي عموما، أو لا يتبنى العنف لكن لو لا تضييق عليه يتبنى العنف، ونرفض من يسكت عن العنف عندما يكون مضيقا عليه. قل انا مضيق عليه فاسيب العنف، لان العنف ده حال سوف يؤدي الى انتهاك حرمات، سوف يؤدي الى انتشار فكر المنحرف، سوف يؤدي الى اجيال تقتنع بهذا كل دي مفاسد. فحتى لو في تضييق نحن ننكر ما نراه منكرا من تكفير المسلمين او من الاستهانه بحرماتهم، وهذا فن تماما أن الله تبارك وتعالى يجعله سببا في أن ينتشر الحق الذي تدعو إليه بإذن الله تبارك وتعالى. سؤال أخير أستاذ حسني المصري نختم هذا اللقاء. سؤال واحد بس. السلام عليكم. أولا نشكر حضراتكم على هذا المؤتمر الجيد واللي توضح فيه رؤية هذه الدعوة. الحقيقة السؤال من شقين لو سمحت لي. الأول تحالف دعم الشرعية متدثرا بالجبهة القطبية أعلن عن ثورة إسلامية. تزامنا مع هذا بنلاقي بعض الرموز الثورية أو من أطلق عليهم مفجري الثورة كدكتور البرادعي أو الأستاذ وائل غنيم أو أسماء محفوظ أو غيرهم من النشطاء أيضا بيظهروا في نفس الفكرة. هل في علاقة بتربط بين ما يسمى زورا للثورة الإسلامية وبين هؤلاء النشطاء السياسيين؟ ده الشق الأول. الشق الثاني أنا بسأل حضرات المشايخ، يعني في هذه اللحظة العصيبة كيف تقيمون الدعاة أو العلماء السلفيين الذين لا يتكلمون أو لم يتكلموا حتى الآن والتزموا الصمت؟ بالنسبة لموضوع الدكتور وائل غنيم والدكتور البرادعي، أنا شايف أن الموضوع استغل إعلاميا بطريقة ضخمت جدا. أنا قريت الكلمة لده ولده أو سمعتها ورخصت لي، واضح جدا أن ليست صريحة في هذا الأمر، لكن استغلت من قبل الداعمين للفعاليات. ولا شك أن في مخاطر، وما زالت من يريد إيقاع البلد في الفوضى ما زال يريد استغلال كل فرصة ممكنة لذلك. المخطط بتاع الفوضى الخلاقة لسه ما انتهش، لسه ما وقفش. إسرائيل ما زالت حاطة 2020 عام بناء الهيكل وهدم المسجد الأقصى. الموضوعات دي معلش لازم نكون منتبهين لها. فهنلاقي محاولات دؤوبة لإبراز أن هناك رغبات كبيرة جدا في الثورة إلى لهدم هذه الدولة. هدم الدولة دي هي المؤهل الأساسي لتحقيق الشرق الأوسط الجديد الذي لا يوجد فيه إلا قوة واحدة فقط، هي قوة إسرائيل. لذلك أنا بنقول الكلام ده خطر داهم، وكل واحد لازم ينتبه لكلامه. أنا عرفت أن وائل غنيم طلب حذف الكلمة بتاعته من جوجل عشان ما تبقاش استغلال لهذا الأمر. أنا مش بدافع عن حد، لكن أنا بتكلم على واقع موجود. المشايخ يكلم الشيخ مشايخ الساكتين. وفي الواقع يعني بالنسبة لمن يسكت في قاعدة بتقول لا ينسب إلى ساكت قوي إلا لو كان له كلاما سابقا، وبالتالي نحن نستطيع أن نقول
أن كل ساكت كان له دروس أو محاضرات أو كتابات بتنبذ العرف، وطرف هذه الصور هو ما زال على إمكانه يحيى. وإن كنا نرى أن سكوته أو وجه نصيحة جميع يعني رموز هذا المنهج، أن ربما يسع السكوت عندما يكون الأمر تقدير مواقف معينة أو التباس في نقل واقع معين فيلف بالصمت، لكن عندما نجد أن هناك تشويه متعمد للمنهج السلفي فالغيرة على المنهج قد تقتضي تجديد، ليس إنشاء موقف، تجديد الموقف والتأكيد عليه. الأمر الآخر حينما نجد أن الأمر بالفعل يغلب على الظن أن يحدث خرج عظيم، لو تخيلنا أن بالفعل أشيع أن بعض الجنود أهان وصف، كيف ستصير الأمور بين عموم المسلمين وبين الجنود الذين هم أيضا المسلمين والذين نعرف جزما أنهم لن يقدروا على إهانة المصحف، لكن إذا صور بطريقة احترافية أكيد أن هذا لا يمكن أن تتخيل إلى أي حد يمكن أن تقف هذه الفكرة. وبالتالي نحن نقول ابتداء أن الساكت تماما لا تنسب إليه موقف، الذي له موقف قديم نستصحبه، نحن نستصحب موقف جميع هؤلاء كتاباتهم ومحاضراتهم موجودة في إنكار ما هو أهون من هذا من أحداث. الأمر الآخر أنهم معنا استصحبنا موقفكم القديم، وبالتالي حتى في بياناتنا نقول نحن نثق أنه هذا موقع موقف دعا السلفية الصادر عن مؤسساتها، ونحن نثق أن هذا موقف معظم رموز الضهاب السلفي، ولكننا نتمنى أن يكون كارهم كما فعل بعضهم جزاه الله خيرا وأدرك الخطر في آخر الأمر، وأعلن صراحة نتمنى من الجميع يعلن صراحة ليبرر لهذا المنهج مما يراد أن ينصح به من تهم، ولكي يحافظ على استقرار بلادي ولكي يحفظ دماء إخواني من المواطنين ومن الجنود في الشرطة والجيش وفي غيرها. لذلك يعني انتهت الأسئلة. أشكر فضيلة الشيخ ياسر الكرامي على ما تفضل من هذا التوضيح.